منذ أن أعلن عن انطلاقته وبزوغ فجره في الزمن الملكي تحديداً في السادس من كانون الثاني عام 1921 حتى تسجيله أكبر انتصار في التاريخ الحديث بهزيمته أخطر تنظيم إرهابي. يسجل الجيش العراقي في ساحات المعارك بسالة ضباطه وجنوده التي لم تهدأ بنادقهم في الدفاع عن ثار الوطن لحماية مستقبل أجيال الرافدين. وها هو اليوم في عيد تأسيسه الثالث بعد المئة، كانت ولازالت قصص ساحات الوغى نيشانا على لوحة التاريخ العسكري والذي انطلق فيه الجيش منذ بداياته التي تشكلت بأربع فرق، كما أضيفت له القواتان البحرية والجوية. أطلق على الفوج الأول فيه اسم موسى الكاظم وضم عددا كبيرا من ضباط النخبة. في ثمانينيات القرن الماضي صنف الجيش العراقي كرابع أقوى جيوش العالم. تزامنت سجلات النصر وهزيمة العدوان، فالجيش الذي يرفع الراية عاليا يدافع عن ثرى وطن رصع بالاستهداف له ولأرضه ولشعبه على مر سنين عجاف. وقبل أن يحل الجيش عام 2003 وصل عدد جنوده قرابة المليون جندي، كما توثق بعض الروايات عن احتياطي بلغ قرابة 4 ملايين عنصر عسكري. ولم تزل أسماء أبطاله على لوحات الشرف والإنجاز الوطني تعيد في أذهان قيادته العامة المسلحة ما يرسخ الدفاع عن سيادة العراق بهيبة جيش له باع طويل في خوض معارك الانتصار، والذي يدلل بوحدته وشعاره الواحد والزي الموحد شجاعة لا تموت. جيش العراقي ينتصر أو يستشهد في سبيل بلاده ولأجل العراقيين، جيش لا يموت يرفع الراية مهما عصفت به الصعاب.